أقسام العبادات، العبادات منقسمة إلى أقسام كثيرة، وقد جمعت تقسيمات كثيرة لهذه العبادة، بعضها مستقرة من النصوص وبعضها مأخوذ من كلام أهل العلم وإن كان متفرقا، لكن جمعها أرى أنه مما يعين طالب العلم على فهم العبادة، لأن هذه التقسيمات معتبرة ولها أثرها في فهم هذه العبادة. نقول أن العبادات منقسمة باعتبارات كثيرة إلى أقسام. القسم الأول انقسامها باعتبار الإرادة والاختيار والثواب والعقاب، انقسامها باعتبار الإرادة والاختيار والثواب من عدمه، انقسامها باعتبار الإرادة والاختيار والثواب من عدمه إلى كونية وشرعية. لماذا قلنا أنها منقسمة باعتبار الإرادة وباعتبار الثواب من عدمه؟ لأن العبادة الكونية لا تتعلق بها إرادة العبد وليست مما يثاب عليها، ولهذا قلنا أنها منقسمة باعتبار إرادة العبد وباعتبار ثواب الرب عليها إلى قسمين: عبادة كونية لا إرادة للعبد فيها ولا ثواب من الرب عليها، والقسم الثاني هي العبادة الشرعية التي يريدها العبد ويثيب عليها الرب. إذن هنا القسمة تنقسم العبادة إلى كونية قدرية وإلى شرعية دينية، وهذه العبادة الكونية ليست هي مما يترتب عليه الثواب في النصوص، وإنما هي عبادة قهر وملك كما تقدم في تعريفها. وأما العبادة الممدوحة التي يمدح بها العبد التي له فيها إرادة، وإن كانت إرادته ليست شامية إلا بمشيئة الله، لكن له فيها إرادة: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القسم الثاني انقسامها باعتبار الفعل والترك إلى فعلية وتركية، انقسامها باعتبار الفعل والترك إلى فعلية وتركية، فالفعلية فعل المشروع والتركية ترك المحظور. وهذا التقسيم يرجع إلى التعريف الثاني للعبادة عندما قلنا أن العبادة هي فعل المشروع وترك المحظور، فقلنا هي بهذا الاعتبار تنقسم من حيث الفعل والترك إلى نوعين: إلى فعلية ويدخل فيها فعل الواجب والمستحب، وإلى تركية ويدخل تحتها ترك المحرم والمكروه. هذا التعريف أيضا مهم في فقه العبادة، فإن العلماء مجمعون على أن العبادة الفعلية مأجور صاحبها عليها إذا فعلها بنية وقصد، ولكن اختلفوا في العبادة التركية هل يؤجر عليها؟ يعني لو أن رجلا ترك الربا، فبعض العلماء يقول إن تركه بنية وقصد متجنبا للمعصية مستحضرا لما نهاه الله عنه فهو مأجور، ولكن إن لم يخطر بباله الربا بل لربما وجدت معصية لم تخطر ببال أحد، هل يؤجر عليها أو لا يؤجر؟ يعني هذه مسألة تكلم فيها العلماء، لكن هذا التقسيم مما يلفت النظر إلى أن العبادة منقسمة بهذا الاعتبار إلى فعلية وتركية. التقسيم الثالث انقسامها باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات، انقسامها باعتبار درجة المشروعية إلى واجبات ومستحبات، وهذا التقسيم يرجع إلى إطلاق العبادة على المشروع فقط، أنها منقسمة باعتبار درجة المشروعية. لماذا قلنا درجة المشروعية؟ لأن المشروع ليس على درجة واحدة، فما شرع على سبيل الوجوب وهو الواجب الذي يؤجر فاعله ويأثم تاركه، وما شرع على سبيل الندب وهو المستحب وهو ما شرع فعله ويؤجر عليه ولكنه لا يعاقب على تركه. إذن هنا للمشروعية تدرج: واجب ومستحب، وكذلك الواجبات متفاوتة من حيث درجة مشروعيتها. فقد يقال أيضا أن الواجب منقسم إلى ما هو من أركان الإسلام وما ليس كذلك، وما هو من أركان الإيمان وما ليس كذلك، وما هو مجمعا على التكفير بتركه كالنطق بالشهادتين، وما هو مختلف بالتكفير بتركه مع وجود الاعتقاد كالأركان الأربعة بعد الشهادتين، وما هو مجمعا على عدم التكفير بتركه وهو بقية الواجبات بعد الأركان. كل هذه التقسيمات ولفت الأنظار إلى هذه الأحكام مهم جدا لطالب العلم في ضبط هذه الحقيقة الشرعية. التقسيم الرابع انقسامها باعتبار
تعلقها بحق الخالق والمخلوق إلى عبادات ومعاملات. وهذا يرجع إلى تقسيم العبادة إلى تعريف العبادة، تعريف الشامل الذي تدخل فيه العبادات والمعاملات. وأما على تعريف من يعرف العبادة بفعل المشروع فإن المعاملات لا تدخل في هذا، انقسامها باعتبار تعلقها بحق الخالق والمخلوق إلى عبادات ومعاملات. وهذا التقسيم مهم في معرفة ما هو آكد في العبادات، فإن حق الله مقدم على حق المخلوق، وحقوق المخلوقين أيضا متفاوتة. تقسيم الخامس انقسامها باعتبار قيامها بأعضاء البدن إلى عبادات قلبية وجوارح ولسان، انقسامها باعتبار قيامها بأعضاء البدن. أعضاء البدن ما هي؟ القلب، الجوارح، اللسان. فالعبادات منقسمة على القلب والجوارح واللسان. وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أعلى الشعب وهي قولية، وذكر أدنى الشعب وهي فعلية، ثم لما لم يذكر فيما هو أعلى وأدنى الشعب القلبية نبه عليها في آخر الحديث، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. كذلك العبادة منقسمة عليها كما ذكر الإمام ابن القيم. انقسامها باعتبار التقسيم السادس، انقسامها باعتبار الظاهر والباطن إلى عبادات باطنة وظاهرة، باعتبار الظاهر والباطن إلى عبادات ظاهرة وباطنة. فالباطن ما هو في القلب، والظاهر ما ظهر على اللسان والجوارح. ولهذا تلاحظون أن الظاهر هنا دخل فيه عمل اللسان والجوارح، والباطن هو عمل القلب. وهذا التقسيم أيضا مهم في معرفة تأكد أعمال القلوب على الجوارح، أعمال القلوب على الجوارح. ولهذا لاحظوا أنه إذا تعارض القلب والجوارح فالقلب عمل القلب مقدم. يعني نلاحظ الآن إذا تواطأ عمل القلب والجوارح على شيء صحيح فهذا هو المطلوب، مثل أن يتواطأ عمل القلب والجوارح على تحريم شرب الخمر فيعتقد المسلم التحريم ويمتثل بجوارحه وينتهي عن هذه المعصية. تواطأ القلب والجوارح على الصحيح. النوع الثاني تواطأ القلب والجوارح على الباطل، وهو أن يعتقد حل الخمر ويشربها هذا المستحل، فهنا تواطأ القلب والجوارح على الباطل، فهذا كفر بين، والأول إيمان بين. لكن ننظر في القسم الثالث والرابع، اعتقد تحريم الخمر وشربها، وجد عمل القلب وهو اعتقاد تحريم المحرم، تأخر عمل الجوارح، ما حكمه؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا حال العصاة الذين يعتقدون تحريم المحرمات ولا ينتهون عنها. ننظر في القسم الرابع، اعتقد استحلال الخمر ولم يشربها فهذا كافر. فلاحظوا الآن في القسم الثالث، عندما غلبنا عمل القلب وهو اعتقاد تحريم الخمر مع شربها لم نكفر، وفي القسم في النوع الرابع لما استحل الخمر ولم يشربها كفرنا. فدل على ماذا؟ على أن عمل القلب آكد من عمل الجوارح. هذه من دائما المقارنة التي يظهر منها معرفة الحكم الشرعي، وإلا كيف نعرف هذا بعقولنا؟ ما عرفنا هذا إلا بالرجوع إلى الأدلة وإلى أصول الشريعة. ومن العلم ما لا يدرك إلا بالمقارنة، لما قارنا بين الصورة الثالثة والرابعة أدركنا نتيجة، وهو أن الحكم لعمل القلب، وهذا في كل النصوص، مثل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أعظم كلمة كفر قيلت هي هذه الكلمة،
لأن حتى الكفار ما قال طغاتهم قالوا لله أنت عبدي وأنا ربك، هذه أعظم كلمة. ومع هذا لما قال هذا المؤمن لم يقصدها، فما قدح هذا في إيمانه. ولو اعتقدها رجل بقلبه ولم يتلفظ بها كفر، لأنه فرق بين التلفظ بكلمة الكفر وبين أن يعتقد الباطل، فاعتقاد الباطل كفر. تقسيم السابع انقسامها باعتبار الاقتصار على النفس والتعدي، وذلك بانقسامها إلى مقتصرة ومتعدية. انقسام العبادة باعتبار اقتصارها على النفس تعدي إلى الخلق. فالعبادة المقتصرة مثل صلاة الرجل وصومه وحجه، والمتعدية مثل الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم، فهذا متعدي. وهذا التقسيم مهم جدا عند أهل العلم في المفاضلة، فإن العمل المتعدي مقدم على العمل المقتصر على النفس، وهذا نوع من أنواع المفاضلة، أن العبادة إذا تعدت عم نفعها فكانت أنفع يعني للناس، وهي أعظم أجرا عند الله عز وجل. طبعا هذا فيه تفصيل، هذه المفاضلة باعتبار التعدي والاقتصار، لكن باعتبار الأجناس والجنس فلا شك أن الصلاة أفضل من الصدقة باعتبار جنسها، لكن باعتبار تعديها لها يعني معنى آخر من أنواع المفاضلة. تقسيم الثامن انقسامها باعتبار الإطلاق والتقييد، انقسام العبادة باعتبار الإطلاق والتقييد إلى مطلقة ومقيدة، إلى مطلقة ومقيدة. فالمطلق ما لم يقيد بزمن أو مكان أو حال، والمقيدة ما قيدت بشيء من ذلك. العبادات يقول العلماء مطلقة ومقيدة، فالمطلقة ما لم يقيد بزمن ولا حال ولا مكان، والمقيد ما قيد بشيء من ذلك. مثل الصلوات الخمس مقيدة بأوقات ومقيدة بأحوال ومقيدة بأزمان، وأشد العبادات قيودا الصلوات الخمس، فهي مقيدة بزمان، مقيدة بحال حال الطهارة، ومقيدة للرجال بمكان تؤدى في المساجد، ولها قيود كثيرة. وهناك من العبادات ما هو مطلق، ما هو مطلق، مثل الصلاة النافلة التي لن تقيد بزمن، لأن أيضا العبادات النافلة ليست كلها مطلقة. العبادات النافلة منها ما هو مقيد، مثل تقييد صلاة الضحى بوقت الضحى، تقييد قيام الليل بوقت الليل، وتقييد السنن الرواتب بأن تكون قبل الصلوات أو بعدها. ولكن الصلاة المطلقة كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وأحسن وضوءه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. لاحظوا هذا، هذه العبادة مطلقة لم تقيد يعني بزمن ولا بوقت ولا بحال، وإنما هي مطلقة، ومثل الأذكار المطلقة التي لم تقيد بزمن ولا حال. وهذا التقسيم مهم جدا في معرفة حقيقة البدع الإضافية. البدع الإضافية من أين جاء الخطأ فيها؟ لعدم التفريق بين المطلق والمقيد. ولهذا قد تجد الرجل يطلق العبادة المقيدة أو يقيد المطلق، فمن هنا تأتي البدع الإضافية. والصحيح أن العبادة مفتقرة إلى الاتباع في زمنها وفي مكانها وفي حالها وفي هيئتها وفي عددها، ولها 10 اعتبارات سبقا ذكرتها في شرح العمدة، كلها معتبرة في المتابعة في العبادة. فإذا العبادة هنا منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فالمقيد يؤتى به على قيده والمطلق يؤتى به على إطلاقه، فلا تقيد المطلق ولا تطلق المقيد. تقسيم التاسع انقسامها باعتبار العموم والخصوص إلى عامة وخاصة،
انقسامها باعتبار العموم والخصوص إلى عامة وخاصة. فالعامة كأركان الإسلام، والخاصة ما تعلق ببعض الأفراد كالإمام في رعيته، والرجل في بيته، والمرأة في بيت زوجها، والعبد في مال سيده. ولهذا قال بعض أهل العلم إنما كانت أركان الإسلام بهذه المنزلة لأنها عامة التشريع، فكل إنسان مأمور بالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة وزكاة الفطر وهي واجبة على الجميع، وزكاة المال لمن كان له مال، والحج والصوم. وهذا بخلاف بر الوالدين، فإنه لا يجب إلا على من له والدان، والنفقة على الزوجة لا يجب إلا على من له زوجة، والإحسان إلى الأقارب إلى عم وخال، ولا يكون هذا إلا في حق من وجد له هذا القريب. إذن هنا عبادات عامة لعموم المسلمين وعبادات خاصة، وكلما قوي التشريع في العبادة كلما عمت. يعني لاحظوا الآن عموم الحج عم على المسلمين، وآكد منه الزكاة والصلاة، وآكد من الصلاة النطق بالشهادتين. فكلما قوي التشريع كلما عمت العبادة، وكلما يعني نزلت درجة العبادة في التشريع كلما يعني كان هناك فيها توسع، حتى إن إماطة الأذى عن الطريق لا تجب وجوبا عينيا على كل أحد، بل ولم تجب على أحد، وإنما هي من المستحبات. التقسيم العاشر انقسامها باعتبار التعيين والكفاية إلى عبادات عينية وكفائية. انقسامها باعتبار التعيين والكفاية، هذا تقسيم آخر لا ينبغي أن يخلط بينه وبين الأول، لأن الأول من باب العام والخاص، ولكن هنا تقسيم باعتبار التعيين، كأن يتعين هذا على بعض المسلمين ويكون مشروعا على سبيل الكفاية في حق غيره. مثال ذلك الصلاة على الميت، المسلم إذا مات يجب أن يصلي عليه بعض المسلمين، هذا من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض تحقق المشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ولا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، فإذا تركوا الصلاة عليه جميعا أثموه، فهذا من فروض الكفايات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، نشر العلم من فروض الكفايات، كثير من العبادات هي مشروعة على سبيل الوجوب، ولكنها ليست في وجوبها كالعبادات العينية مثل الصلاة. صلاة واجبة متعينة على كل مسلم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وهذه هذا التقسيم مهم جدا في معرفة ما يتعين على المسلم وما يكون في حقه مفروض الكفايات، ومن هنا يقدم ما يتعين على ما هو كفائي. فذلك الجهاد، الجهاد لا يجب على زيد بعينه، لكن بره بوالديه متعين عليه. ولهذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وأراد الجهاد قال أحي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فقدم الواجب العيني على الواجب أو على المشروع، لو لم يقل أنه واجب أنه مشروع يعني على سبيل الكفاية. تقسيم الحادي عشر انقسامها باعتبار البدن والمال إلى بدنية ومالية، انقسامها باعتبار البدن والمال إلى بدنية ومالية. وهذا التقسيم مشهور عند العلماء، يقال هذه عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. لاحظوا أركان الإسلام الخمسة، الصلاة والصوم هذه عبادة بدنية، والنطق بالشهادتين والصلاة والصوم هذه عبادات بدنية، والزكاة هذه عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية. إذن أركان الإسلام منقسمة بهذا الاعتبار إلى ثلاث أقسام، ما هو بدني وما هو مالي وما هو بدن ومالي. طبعا هذا له أثر في الفقه،
في النيابة في العبادات كما سيأتي، وأن العبادات المالية تصح فيها النيابة دون بدنية كما قرر أهل العلم. كل هذه التقسيمات لها أثر يعني في الفقه، ولا أثر في معرفة الأحكام الشرعية. تقسيم الثاني عشر انقسامها باعتبار الدوام والانقطاع إلى منقطعة بموت الإنسان ودائمة بعد موته. مثال ذلك صلاته منقطعة بموته، والصدقة الجارية مستمرة باقية، وكذا العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، لاحظوا عمله انقطع من عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. الولد قال أهل العلم ليس هو من العمل، ولكنه متسبب في تربيته، وأما الصدقة الجارية والعلم النافع من عمله. ومن هنا قلنا أن العبادة منقسمة إلى قسمين: عبادة منقطعة بموت الإنسان، وعبادة مستمر باق أجرها. وهذه المسألة مهمة جدا في باب الوصية وفي باب النفقة، ولهذا كان أهل العلم يرون أن الصدقات الجارية مقدمة على المنقطع. فأن توقف مثلا يعني 100,000 ريال في صدقة جارية خير من المليون يوزع على الفقراء وينقضي، وهذا له أثر في الفقه، لأن هذه باقية. 100,000 قد يبني بها مسجدا يصلي فيها المسلمون ربما 100 سنين، والمليون لربما أنفق في شهر. فبهذا الاعتبار يقول العلماء أن ما يبقى مقدم على ما ينتهي، ولكن باعتبار الكثرة المليون أفضل من 100,000. تقسيم الثالث عشر انقسامها باعتبار الإنابة من عدمها إلى ما تصح فيه النيابة وما لا تصح. انقسامها باعتبار ما تصح فيه النيابة وما لا تصح فيه، وهذا ظاهر في العبادات البدنية والمالية. قال العلماء العبادات البدنية لا تصح فيها النيابة، لا يصح أن يقول لفلان صلي عني أو صم عني، لكن يجوز أن ينيبه في إخراج الزكاة وفي التصدق بصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أناب علي رضي الله عنه في ذبح بعض هديه، وهذا ظاهر. التقسيم الرابع عشر انقسامها باعتبار تعدي ثوابها إلى الغير إلى مقتصرة على النفس. أيضا العبادة التي يؤديها الإنسان في نفسه منها ما يتعدى ثوابه إلى غيره، ومنها ما يقتصر على نفسه. فالصلاة مقتصرة على النفس، لكن دعاءه تعدى إلى غيره، لو صلى لغيره لا تصح الصلاة عن الغير، لكنه لو دعا لنفسه والمسلمين تعدى ثواب هذا الدعاء إلى غيره. لهذا قلنا أنه منقسم بهذا الاعتبار إلى متعدية، مع أن الفاعل لها هو الإنسان لكن تعدى ثوابها. التقسيم الخامس عشر انقسامها باعتبار صحة أدائها عن الغير إلى ما لا يصح أداؤها عن الغير وما يصح، وهذا تقسيم آخر، بحيث لو أدى العبادة عن غيره هل تصح أو لا تصح. فمما لا يصح الصلاة والقراءة والذكر، وما يصح كالحج والصوم. لاحظوا هنا فرق بين النيابة وأن نقول أن العبادة يصح أداؤها عن الغير من غير إنابة، مثل الميت إذا مات عليه صيام صام عن وليه كما جاء في الحديث، وكذلك الحج إذا ضعف عنه أو مات صح عن غيره أن يحج عنه، وكذلك أداء الزكاة وإخراج الصدقة من مال الضعيف أو من مال اليتيم، كان له مال كثير إذا تصدق عنه من يقوم على ماله من باب الإحسان إليه بالصدقة فهذا يقبل. السادس عشر انقسامها إلى فردية وجماعية. العبادة قد تكون منقسمة إلى فردية كالصوم والزكاة، وجماعية كصلاة الجماعة. والتقسيم هذا يرجع إلى أن بعض العبادات يصح أن يؤديها الإنسان منفردا، وبعضها لا يمكن أن يؤديها منفردا، مثل صلاة الجماعة لا ينال
أجرها إلا بأدائها في جماعة، ولكن الجماعة ليست شرطا لصحتها. ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة المفروضة، لكنها مؤثرة في ثوابها. فمن أراد ثواب الجماعة فلا يمكن أن يصلي منفردا ونقول له هذه الصلاة التي شرعت لها الجماعة أنت مأجور بأدائها فردا. وعلى هذا يقول أيضا أن هذه العبادات التي نقول أنها جماعية هي على قسمين باعتبار آخر، ما تكون الجماعة شرطا لصحته مثل الجمعة، الجماعة شرطا لصحتها مثل الجمعة، لو صلى الجمعة منفردا فإنها لا تصح. واختلف الآن إذا وجد في العدد ما تشرع له الجماعة من وجود اثنين أو ثلاثة أو قيل الأربعين، لكن بالاتفاق على أن رجلا لو صلى الجمعة فإنها لا تقبل منه، بل لو فاتته الصلاة مع الإمام، ولو حضر يعني بعض الصلاة وفاتته ركعة فإنه يصليها ظهرا، يؤديها ظهرا. ومنها ما لا تشترط الجماعة لصحته كالصلوات الخمس، لو لم يؤديها مع الجماعة وصلىها منفردا فهي صحيحة. تقسيم السابع عشر انقسامها باعتبار التكرار وعدمه، انقسامها باعتبار التكرار وعدمه. والمقصود بذلك تقسيم السابع عشر انقسامها باعتبار الانفراد والتكرار، من حيث أن بعض العبادات شرع أداؤها مرة، وبعضها شرع فيه التكرار. مثال ذلك الحج الواجب شرع مرة في العمر، ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله فرض عليكم الحج، قال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحج الواجب، لاحظ والقيد، الحج الواجب شرع في العمر مرة، وأما المستحب فيشرع تكراره. والقسم الثاني هي العبادات التي شرع تكرارها، ولكن منها ما يشرع تكراره في اليوم، ومنها ما يشرع تكراره في الأسبوع، ومنها ما يشرع تكراره في الشهر، ومنها ما يشرع تكراره في السنة. وكل قسم من هذه الأقسام فيه ما هو واجب ومستحب، فما شرع تكراره في اليوم على سبيل وجوب الصلوات الخمس تؤدى خمس مرات، وما شرع تكراره في اليوم السنن الرواتب تؤدى في اليوم أكثر من مرة، وما شرع تكراره في الأسبوع على سبيل الوجوب صلاة الجمعة كل أسبوع تؤدى، وما شرع تكراره في الأسبوع على سبيل الاستحباب صيام الاثنين والخميس، وما شرع تكراره في الشهر على سبيل الاستحباب هو صيام الأيام البيض، صيام الأيام البيض. ولا أعرف يعني مثالا للواجب الذي يتكرر في الشهر، وإنما شرع صيام الأيام البيض، وهذا يتكرر في كل شهر، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وما شرع تكراره في السنة صلاة العيدين، وهذه مما شرع تكراره وهي من المستحبات ومفروض الكفايات. وما شرع تكراره في السنة على سبيل الوجوب صيام رمضان، وما شرع تكراره في السنة على سبيل الاستحباب الحج لمن أراد أن يحج في كل سنة فهذا مشروع تكراره. هذه بعض التقسيمات متعلقة بالعبادة وما يتعلق بها من أحكام، والمقام يعني يستوجب التفصيل أكثر في هذه التقسيمات وأحكامها، ولكن في هذا تذكير وتنبيه لطلاب العلم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.